المسلمة في هذا المنطقة الثاني بين المناطق وهو وهي يعني الفضية الغوصرة أبي حسن يعني مريوسين مدعير وعزبة وحيطوان العامة ونحن الحمد لله كنتم المشاركة في الملتقى الثاني بين المناطق بمسافة 3000 متر الحمد لله قدرت أنا نتفوق باسم عمر النعمان قدرت أنا نتفوق على باقي المشاركين في مسافة 3000 متر وهذا داخل الاستعداد للبطولة الوطنية إن شاء الله في 24 فبراير في مدينة تيفوس كنتمنى من الله أنه يفضي باقي الملتقيات والحمد لله اليوم واخا رغم الرياح ورغم البرد فقدرت أنا نتحقق من الرقم الشخصي ديالي يعني 28 كنتمنى من الله يوفقني ويوفق جميع لي زاطيط ان شاء الله وباقي التظاهرات ان شاء الله كنبغي نشكر كذلك الاستاذ عثمان بن فران الاستاذ حمزه الحزاويه على المجهودات اللي كيسهروا معنا باش نوفقوا لنا جميع المتزمات ما بين مدينه تطوان وكذلك جيت مارتينيز شي حال بك كنبغي نشكر الاطر اللي ساهموا في تنظيم هذا المنطقه ونتمنى ان شاء الله باقي المنتقيات اللي كيف كانت المنافسه 3000 متر رغم الرياح قويه؟ كانت منافسه جيده رغم ما كانوش الدائم ما كانش استطاعوا من رغم الدائم باش نتعاونوا نلعبوا احسن من التوقيت هذا ولكن الحمد لله باقي المنتقيات ان شاء الله الفيدراليه مثلوا نادي نجوم الفيدرال احسن تمثيل على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد الدولي ان شاء الله. شنو هي الطموحات ديالك وش الكلمه الاخيره؟ الطموحات ديالي ان شاء الله كباقي الدائم أتلت دوفوس الحائزة على المركز الأول في رمي القرص الحمد لله cette compétition est très important pour moi c'est pour ça je donne le maximum الحمد لله وربي ما خيبنيش الحمد لله. كيف كانت المنافسة مع باقي؟ كانت شوية كانت أغريسيف بيناتنا مي كانت ديك الروح منافسة زوينة الحمد لله. كيف كتشوف الحلبة ديال العاب قريب مارتين مع فهاد الجو ديال الرياح؟ هي صراحة كانت شوية صعيبة مي خاص يعني لي زاتليت اللي كيكونوا تكنيسيان كيكونوا يعني كيتعاملوا مع الجو كيف ما كانت الأجواء يعني كيتعاملوا مع لونجا. شنو هي الأهداف ديال الطموحات ديالك؟ إن شاء الله الأهداف ديالي غتكون هاد العام إن شاء الله في يعني علاش لا لا كودومون علاش لا حتى شي حاجة ما صعيبة والحمد لله. شي ورقة تعريفية للبطلة؟ اول مره يعني كناخذ لا بروميير بلاص في المغرب ما عرفتش واش في المغرب يعني مازال كنا هذا طبيعي حاجه بين المناطق بين المغرب يعني اول مره كناخذ لا بروميير بلاص في المناطق في المغرب نتمنى لك التوفيق مستقبلا. شكرا. I'm sorry, 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 I
السباق عجبك منافسة مع المتسابقين؟ منافسة بين خولة ولي مرايا، كانت منافسة كيف كانت تشوف كيف هذا سميتو المنافسة في هذا السباق هذا كيف كان؟ كيف كان الشعور ديالك بالتتويج في هذا المرتبة الأولى؟ الحمد لله مزيان. كيف تشوف الحلبة ديال علاقة بمارتين؟ زوين مزيان. شي رسالة شي كلمة أخيرة تقوليها؟ شنو الطموح ديالك باغي تكوني مستقبلا؟ ان شاء الله نكون بطل عالمي اولمبي.